عايز ابتدي معاك سريعا لان خلاص احنا قدامنا 10 دقائق وماتش الاهلي والترجي ذهاب الدور نصف النهائي دوري ابطال افريقيا، الاهلي والترجي، والاهلي ليه في رادس حكايات وانت كنت موجود في الحكايات دي. كلمنا عن اللقاء ده واخش معاك في الحته الفنيه سريعا. كولر ايه ابرز الايجابيات الفنيه لمارسيل كولر مع الاهلي حتى الان؟ ان هو عارف امكانيات اللعيبه كويس جدا، ان هو عارف حجم النادي الاهلي، ان هو كل شويه بياخد بطوله وبيشوف الجماهير بتتفاعل ازاي، فهو فاهم يعني ايه نادي الاهلي. دي ابرز الحاجات. تاني حاجه ما عندوش حسابات، يعني ممكن تلاقي النهارده في لعيب ما فيش حاجه اسمها مؤثر، ممكن عادي جدا تلاقي حسين الشحات كهربا احسن اثنين الماتش اللي بعديه ما بيلعبوش، علشان هو بيبص لقدام، فبيبص لعدد الماتشات اللي استشفى قد ايه. فهو انا ضد الروتيشن، بس هي الامور ماشيه معاه، يعني الامور بتبقى كويس. وهو مدرب ذكي، تغييراته على طول بتبقى مؤثره، دايما احنا عارفين تغييراته في الدقيقه حاجه و60، بس هو ساعات بيبقى فيه شخص ماشي مع النادي، او هو ده التيم بتاع النادي. كولر لغايه دلوقتي ما شاء الله كويس جدا، وعارف حجم النادي الاهلي وجماهيره، ودي حاجه مهمه جدا جدا ومطلوبه يا ابراهيم.